السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أخويا، لاباس عليك؟ أهلا أهلا بك سيدي عمر. كي داير أخويا؟ لاباس عليك، كلشي مزيان. بارك الله فيكم وأعزكم الله. وقد ذكرنا أخويا، الله يذكرك بالجنة إن شاء الله. أعزك الله خويا عمر. وذكر جميع المسلمين. يا بارك الله فيك وأعزك. اللهم أعينك على هذا الباب. يا رحمن يا رحيم. وأعين جميع المسلمين. يا ربي يا كريم. الشيخ كوريبان، بغيت نسولك واحد السؤال. الله يرحم الوالدين. يا اهلا وسهلا ومرحبا. كاين بعض الناس اخويا كيكثروا مسبان الدين. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكاين بعض الناس تيسب الدين وام بالناس. يا ام بالناس. اي ام بالناس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسمعت في واحد الحادث، في واحد القول العلماء. نعم. قال لك من سب الدين اغتسل ويشهد ويجدد العقد مع الزوجه ديالو. اي اخويا، لا اله الا الله، لا اله الا الله. وهالشيء اخويا راه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. لا حول ولا قوه الا بالله. نطلب من الناس جميع المسلمين يرتاح لهم هذا الباب. نطلب الله السلامه والعافيه. يرتاح لهم هذا الباب ديال سبان الدين. الناس كتسب المراه كتسب الدين في الدار ولادها، والراجل يسب الدين. ما اعوذ بالله الرجيم، اعوذ بالله الرجيم، اعوذ بالله الرجيم. لا حول ولا قوه. الله يعفو على الجميع اخويا. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم امين سيدي عمر، بارك الله فيك. ما شاء الله اخويا، راه شي الله الا راه ما شاء الله، راه الدين ماتوا عليه الصحابه يا اخويا، راه ما شاء الله. اياه اخويا اياه، الدين هو راس المال. كنشرفوك اخويا ونشرفو جميع الناس اللي ما غادي ينقصوا من هذا العيب تاع سبان الدين. اياه خويا باذن الله الواحد الاحد. الله يعاونك ويعاون جميع المسلمين. اعزك الله مولاي. الله يرحم لك الوالدين. اعزك الله سيدي عمر. اعزك الله سيدي عمر. سيدنا محمد. يا رحمن يا رحيم، اللهم امين. شد بيديك. اللهم امين يا رب. يبارك بما نويتي. يا رحمن يا رحيم اخويا. يحفظك فيما توجهتي. اللهم امين يا رب، شكرا لك. يحفظ جميع المسلمين. يا رب. يا رب. نذكرك بواحد القضيه كنقول لسيدي، سمعت من واحد الناس قال لك النساء اللي ما حاملات يعودوا يفصلوا بين الحريره والتمر، كتعود عندهم واحد عند الوضع واحد الاسهال مزيان. اياه اياه باذن الله. هذه ذكرى سمعتها صحيحه هذه. اي نعم نعم اخويا. الناس اللي النساء اللي حاملات نعم ديما يفصلوا بين الحريره والتمر عند الوضع، كيسهل عليهم الله تبارك وتعالى بهذاك ال يا ربي يا ربي، الله يسهل على الجميع. يا رب جميع الناس اللي يسمعونا يعملوا هذا الشيء، والله يحفظ الجميع. يا ربي يا كريم، شكرا لك، شكرا لك مولاي سيدي عمر، بارك الله فيك وحفظك الله ورعاك. والمعلومه اللي عطيتها سيدي عمر فعلا، التمر خصوصا من غير الحريره، التمر هذاك متفق عليه لانه فيه ماده الجليكوز في السكريات الطبيعيه، وفيه اسرار اخرى غريبه جدا. المراه الحامل او المراه عند الوضع، المراه اللي كتوحم او المراه اللي كتوجع وكتاكل تمر، الله سبحانه وتعالى كيسهل عليها خروج المولود ببساطه. ربما قد يكون عند الكرون ضيقين، الحكاك ضيقين، غدير الغراز ولا غدير العمليه القيصريه، ربي كينجيها غير باكل التمر، وكيكون النفاس ديالها ميسر وسهل. وحتى المولود الا كانت الام كتاكل التمر دائما وهو في بطنها، كيكون حلو بحال السكر، كيقول لك الله يجعلك بحال التمره في اللسان، كيكون جميل في شكله، طيب في اخلاقه. وهذا في القران الكريم في سورة مريم، لما ربنا عز وجل سوف يتحدث عن السيدة العذراء لما حبلت بعيسى بن مريم روح الله، قال يا الله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. فكان السيدة مريم تحرك النخلة ويتساقط عليها البلح والتمر فتأكل منه، فكان لها غذاء، وكان لسيدنا المسيح نور وضياء. ثم صار الكلام الذي يخرج من فم مريم وفم المسيح كله خير،
لما تكلم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة إلى أن قالوا برا بوالدتي. فأعطاه الله القدرة على الكلام بنور الله تعالى طبعا. والسر هو في أكل التمر بالنسبة للمرأة الحامل وعند الوضع. طبعا القرآن تكلم على النخلة، وهزي إليك بجذع النخلة. النخلة هي عربية توجد في أرض عربية في فلسطين، لكن ما نراه نحن في رأس السنة الميلادية هناك لوسابان، هذاك نخيل غربي في الغرب كيكون فيه شيكولا أو شيء من هذا القبيل. لكن القرآن الكريم تحدث عن النخلة العربية التي كانت في بيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم عليه السلام. سيدي عمر ذكرتنا بواحد المبدأ خطير جدا في العقيدة، وهو من يتجرأ على سب الدين والعياذ بالله. هناك مقدسات معروفة عند جميع الدول وجميع الأمم وجميع الأجناس، معروف بأن هناك مقدسات. لمشيت الأمريكا مثلا أو أي دولة من دول العالم وشي واحد سب العالم ديال الدولة اعتبروا بأنه مس بالمقدسات. إذا سب الحاكم ديال البلد مس بالمقدسات، إذا سب الشعار ديال الوطن مس بالمقدسات. وطبعا معروف أن القانون ينص على عقوبة معينة، لكن سب الدين لا نعتبر أن هذه حرية فردية أو هذه خصوصية. هذا أمر خطير للغاية، من أخطر المخاطر أن الإنسان يسب الدين، فهو كفر صراح. الذي يسب الدين كان هناك المشركون والكافرون المعادون للدعوة الإسلامية يسبون الدين، وحتى اليوم هناك في أوروبا وأمريكا ودول أخرى ناس فيهم العنصرية يمزقون القرآن الكريم ويحرقونه ويتبولون عليه ويسبون صاحب الدعوة ويسبون الخالق سبحانه وتعالى. كان موجود هذا، لكن هؤلاء هم على أصلهم. أما الخطورة أن يكون ذلك في أرض الإيمان وأرض الإسلام وكان سمعوا واحد يسب الدين. والأخطر كما قال السي عمر وهو أن يكون الإنسان يؤم بالناس. الإمامة واحد المقام رفيع، واحد المقام مقدس اللي غادي يأم بالناس، فهو أول حاجة نائب عن أمير المؤمنين في البلد، ثانيا هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولابد قبل أن يتقدم الإنسان للإمامة بالناس أن يزكي نفسه ويتزكى ويتطهر، إلى القى في نفسه عيوب ولقى في نفسه آهات أو زلات يتجنب هذه المهمة. ما يأخذ الإمامة لا ما يقرب لها، رسالة عند إمام، ولكن هل تستحق ذلك المقام؟ صعب جدا. الإنسان لابد أن يربي نفسه ويزكيها ويؤدب لسانه عاد يتقدم الناس بالإمامة. كاين بعض الناس كيسبوا الدين وهم على غير دراية، أما إذا كان على دراية فذلك كفر صراح. فعلا العلماء قالوا بأنه قد خرج من الملة، وأنه عليه كما قلت السي عمر فعلا عليه أن يجدد إيمانه. وتجديد الإيمان كيكون بأن يعلن الشهادة من جديد ويغتسل الغسل ديال الإيمان ديال الدخول في الإسلام، وكأنه أصبح طليق من زوجته، لأن الزوجة الكفر يفرق ما بين الزوج وزوجته. ثم إنه لا قدر الله إذا مات لا يدفن في مقابر المسلمين، هذا إلا كان درا عمدا. أما عادة كنسمعوا بعض الشباب وبعض الناس كتلقى مقلق كيتخاصم كيقول هذه الكلمة سب الدين، فإذا رجع إلى صوابه كيعرف بأنه دار جريمة عظمى. هذا لا ينطبق عليه هذا الحكم. هذا كنقول لي غير تصارى شيئا ما، خاصك لابد تصارى حيدة منك، بغيتي تتبين العظمة وأنك خطير وأنك قادر أنك تفعل ترهب من حولك، لا تسب الدين، لا تستعظم قوتك بسب الدين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام كان بعض الصحابة كانوا يقسمون بالآلهة، كينسى لأن كان 40 عام 50 عام في الجاهلية، وكان يقسم بالآلهة واللات والعزى وحق هبل، فكان كينسى وكيقول هذا الكلام. فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم جددوا إيمانكم. قالوا كيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال بقولكم لا إله إلا الله، هذا هو الحكم الشرعي
البسيط، وهو أن الإنسان متى ذكر يستغفر الله تعالى ويجدد إيمانه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وينخرط في الاستغفار الاستغفار الاستغفار. كلما استغفر الله تعالى كثير غفر الله له. أما أن يسب الدين هكذا ويبقى على حاله كأن شيئا لم يقع، لقد وقع في كبير من الكبائر. لو أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في عصرنا هذا وسمع من يسب الدين أو من يتبجح ويستصغر عقائد المسلمين، فإن سيدنا عمر كان يعذبه عذابا شديدا. ونحن محتاجين إلى رجال سلطة ورجال علم ورجال حكم في قوة سيدنا عمر بن الخطاب لكي يحافظ على شعائر الدين في البلد. ما يبقى أي متجرئ يتجرع على الدين أو يسب الدين أو يستهزئ بشعائر الدين. نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع وأن يرحم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، المسمى بالفاروق الذي على يديه كان يفرق الله تعالى بين الحق والباطل. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.